الله معكم. حبينا نرجع أنا وياكم نتذكر معاني ورموز والزخارف اللي منستخدمها بزينة عيد الميلاد، والشخصيات، شخصيات المغارة، مثلا شجرة الميلاد، الألوان، الأحمر، الأخضر، الأبيض. وقت منحكي عن الورايقات المتلألئة أو اللي منسميهم جيرلاند، أو منحكي عن الجرس أو الإنارة، ليش منحطها على الشجرة؟ ليش منحط بعض المرات شموع أو الربطة مثل البابيون أو العكيزي الباتون دو نويل أو الطوء الإكليلي اللي منحطه على الباب؟ بابا نويل هالشخصية الرمزية اللي أخدت كتير من وقتنا، أو حتى وقت اللي منروح على شخصيات المغارة، يسوع، يوسف، مريم، المجوس، الرعاة، الحيوانات. من وين اجت فكرة الحيوانات؟ خاصة إنجيل ما بيحكي عن الحيوانات. هيدا كله رح نتعرف عليه بهالبرنامج رموز وشخصيات ومعاني الميلاد. الله معكم.